هذا يا شباب نحن نقول لكم تحيات أخوكم القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهو الآن هو متابع، كان متابع الأسبوع المعنوي والآن متابع اليوم الختامي للأسبوع المعنوي. الله أكبر. وقال لكم عندكم 50 دور. حقيقة يرسل لكم تحياتهم وكل الإمكانيات، كل الإمكانيات طلبناها منه، الجزء الأكبر وصلنا والجزء ماشي في الطريق قرب ومنها حنفك اللجام. قبال الشباب البجاجين قالوا فك اللجام لحد الجنينة، لحد الجنينة. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله دارفور الحبيبه الحنينه صلصلة غريبه باذن الله. داير ايضا عبركم كلكم اهني كل قواتنا، بواسل سنار، القضارف، كسلة، الفاول، كوسي، بحر ابيض، تماسيح بحر ابيض، أبيض المقدوم، نهر النيل، شندي شقاوة، كل القوات. وتحية خاصة وخبر مفرح يا أخواننا، وخبر مفرح الآن، وتحية خاصة لأبطالنا في دنين، دنين الحضارة والنور، أسود الجبال حجانهم ريش شمس الجيش. ونحن جايين عليكم وهم مطاردين العدو بعد هزموه على مشارف لواء الدلج هزيمة نكراء. وبعد ما وصلناكم هنا بطاردوا فيه لخارج الدلج، دمروا عدد كبير من العربات ومسكوا أكثر من 8 عربات لحد ما وقفنا الانتصارات بهم. نبارك لهم هذا الانتصار. أسود الجبال فرقة 14 مشاة. أيضا عبركم يا أخوانا نرسل التهاني لأبطالنا في منطقة أم درمان العسكرية. أخونا اللواء الظافر والإخوة معاه وبواسل وجواسل وفرسان العمل الخاص وكل قوات ووحدات منطقة أم درمان العسكرية سجلت ورسمت لوحة في تاريخ البطولة والجسارة خلال اليومين الفاضلين. أخوانكم ملوك القل، ملوك القل قدامكم ديل، أخوانكم ديل المشوا قدامكم أيضا 3-4 يوم بدكون كله. يقول لك العادي جسارة، يقول لك شنو الأشاوس ولا شنو الأشاوس؟ الأشاوس والله شفتهم بعيني دي بيجروا كيمان كيمان. الأشاوس بيجوا زي النعاج، بيجوا زي النعاج يجروا والله. العرب 3-4 عربات قربوا يتقلبوا والله يا أخوانهم، حطوهم في الوطن، خلوهم في الوطن جروا. فالتحية للمتحركات، متحركات منطقة أم درمان، كل المتحركات نسميهم يا إبراهيم الجالي ملوك القلب.